مرحبا اصدقائي، واهلا وسهلا فيكم بالقناة. انا دانيا، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو عن افضل 5 روايات قرأتها. رح احكي لكم هلا اسماء الكتب، رح اعطيكم ريفيو صغيرة عن كل رواية عشان تعرفوا عن شو مضمونها. اول رواية معنا هي زوربا اليوناني. هاي الرواية بالنسبة الي عشق، اكتر رواية بحبها، يعني هي رقم 1 بالنسبة الي. عن شو بتحكي الرواية؟ الرواية بتحكي عن شاب قارئ ومثقف ما بعرف عن الحياة إلا اللي عرفه من خلال الكتب. هذا الشاب بيسافر للجزر اليونانية وبيلتقي بشخص اسمه زوربا اللي بيكون أكبر منه بالعمر، فبتعلم منه إن الحياة مش بس عبارة عن كتب. من خلال خبرة هذا الشخص اللي اسمه زوربا بتعلم هذا الشاب إنه الحياة عبارة عن تجارب حقيقية وفعلية مش بس من خلال أوراق الكتب. هلأ بننتقل لتاني أفضل رواية قرأتها واللي هي عالم صوفي. هاي الرواية عبقرية بمعنى الكلمة، بتخيل نعرف تاريخ الفلسفة من أفلاطون للفلسفة الحديثة من خلال رحلة بنت اسمها صوفي اللي تلتقي بمعلم بيعلمها من خلال التجربة كل النظريات الفلسفية. وما تفكروا الرواية صعبة لأنها بتحكي عن فلسفة، لا بالعكس، جدا بسيطة، وهذا الحلو فيها، ممتعة وبسيطة ومفيدة كثير. هلأ ثالث كتاب أنا بالنسبة إلي من أفضل الكتب اللي قرأتها هو كتاب الجريمة والعقاب. هذا الكتاب في منه جزئين، طبعا هو كتير كبير، فيعني اذا انتم ما بتحبوا الكتب الكبيرة كثير، يعني تقريبا 800 صفحة، ما بنصحكم فيه، بس هو كتير مفيد وكتير حلو وكتير ممتع، فاعطوا لنفسكم فرصة انكم تقرأوه. هلا ليش هذا الكتاب مفضل بالنسبة لي؟ زي ما بنعرف داستيفسكي من الكتاب اللي بيعرفوا بالنفس البشرية كتير منيح، فهذا الكتاب بيعلمك شو دوافع النفس البشرية، ومن خلال قصة شاب بيرتكب تصرفات انت كقارئ تستغرب منها انه ليش عملها، بس اخر الرواية بتعرف الدافع من كل هاي التصرفات اللي عملها. هاي الرواية عن جد بتفيدكم بحياتكم العملية، انكم تفهموا الناس اللي حواليكم وشو بفكروا وليش عملوا تصرفات معينة او ممكن ارتكبوا جرائم معينة. لما تعرف دوافع هذا الشاب فعليا انت رح تتعاطف مع ممكن تصرفات سيئة لناس حواليك، فعشان هيك عن جد بنصحكم تقرأوها لأنها كثير ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. هلا بننتقل للرواية الرابعة من الروايات المفضلة عندي واللي هي رواية فرانكنشتاين. هلا أنا قرأتها باللغة الإنجليزية بس هي في لها ترجمة باللغة العربية بعنوان فرانكنشتاين، فدوروا عليها ورح تلاقوها. هاي الرواية بتحكي عن عالم اخترع إنسان بمعنى الكلمة، وبتحكي عن عواقب هذا الاختراع، وكمان بنعرف من خلال الكتاب شو التجارب اللي مر فيها هذا الإنسان اللي اخترعه. الرواية بتدخلنا تساؤلات عن العلم والمعرفة وعواقبها وعن فكرة الإله والإنسان والصراعات الفكرية، فعن جد الرواية عميقة كثير وممتعة وبتخليك تطرح هاي التساؤلات وتضلك تفكر فيها وتبحث عن أجوبة. والرواية الخامسة المفضلة عندي هي To the Lighthouse أو إلى بيت المنارة. هاي الرواية قرأتها بدي أفهم، ما معي نسخة ورقية منها، بس راح تشوفوا هلأ صورة مصغرة عن الكتاب. هاي الرواية فكرتها بتبين بسيطة ويمكن البعض يعتبرها إنها ما لها معنى، لكنها كتير عميقة. هاي الرواية تتبع يوم كامل بحياة عيلة، وهي فعلياً تتبع أفكار كل شخص في هاي العيلة أكثر ما بتتبع أحداث، فبتفهم من خلال هالأفكار المبعثرة اللي ما بتبين من الخارج. بصراحة هاي الرواية بدها كثير تفكير وبحث عشان تفهم شو مغزاها. هاي الرواية قرأتها بالجامعة وأخذت منا كثير وقت أنا وزملائي حتى فهمناها، ومساعدة الدكتور طبعا، مع إنها كثير قصيرة يمكن 100 صفحة أو أقل، بس لازم تبحثوا عن تفاصيلها أكثر عشان تفهموها 100%. وهيك أصدقائي بكون شاركتكم بأفضل 5 روايات قرأتها. إذا أنتوا عندكم مفضلات روايات مختلفة عن اللي طرحتهم اكتبوها في التعليقات تحت وشاركونا فيها، بنكون كتير سعيدين. وبنهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو. مع السلامة حبايبي. وهيك أصدقائي بكون شاركتكم أفضل 5 روايات قرأتها، وإنتوا إذا عندكم مفضلات معينة من الكتب أو روايات شاركونا إياها في التعليقات تحت.